بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا بكم أبناء الطلاب في النصيحة الثالثة من النصائح العشر لما قبل الامتحان. النصيحة بعنوان افعل خيرا، هي نصيحة روحية مش نصيحة علمية، ومع ذلك لها دور كبير جدا في التحصيل الدراسي. وأبدأ كلامي بدراسة أمريكية حول فعل الخير، أثبتت أن فعل الخير بيولد شعور بالرضا عن النفس، والشعور بالرضا عن النفس بيولد هرمون معين في الجسم اسمه الأندروفينز. أنا حتى بحثت على جوجل وجبت الكلام ده من مصادر علمية موثوقة وتأكدت منها أن هذا الهرمون مسؤول عن تنشيط الناقلات العصبية اللي مسؤولة عن التفكير الذكي. يعني في علاقة غريبة قوي ما بين التفكير الذكي وما بين فعل الخير، دي علماء أثبتوا كده. ومن قبل ما العلماء يثبتوا احنا عندنا في عقيدتنا في قرآننا الكريم الآية واضحة جدا، قال تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذا فعل الخير يؤدي للفلاح. أنت كطالب ثانوية عامة عايز إيه؟ أنت كطالبة ثانوية عامة عايز إيه؟ عايز النجاح اللي هو الفلاح. ما هو الفلاح يعني النجاح، فلاح يعني نجاح وظفر بما يريد. إذن الخير يؤدي إلى الفلاح. يعني القرآن الكريم والعلم الاثنين بيؤكدوا على أن فعل الخير يؤدي إلى الفلاح ويؤدي إلى التفكير الذكي. وأظن إحنا محتاجين قوي التفكير الذكي، مش كده ولا لأ؟ يعني ما أمشي في جنازة أو أروح أزور مريض أو أروح لملجأ يتامى أو أساعد حد غلبان أو واحدة ست ماشية في الشارع مش شايلة حاجة تقيلة، فأنا الحاجة البسيطة الجميلة دي والله لها تأثير رائع على النفس وانشراح الصدر وسعادة القلب لك وللي حواليك. تقوم تنشئ بيئة أو تبقى أنت في حالة صالحة للإنتاج. حقيقي هي ماشية كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تحقرن معروفا مهما قل، فيما معنى ما قال صلى الله عليه وسلم، لا تحقرن معروفا ولو أن تقابل أخاك بوجه طلق. أنا بشوف كده ساعات طلاب ثانوية عامة عندهم كده هم كده على قلوبهم، فطاغي كده على وشهم وقاعدين ساكتين كده. بعض الطلاب يعني قاعدين كبة كده، فاهم؟ قاعدين كبة. أما طلاب عندهم هيستيري الضحك وعارف وخلاص بقى والدنيا باظت، فبيضحكوا الضحك المر يعني إنه خلاص بقى الدنيا باظت. يعني بص، أنا لا عايزك تضحك ضحك مر ولا عايزك تبقى قاعد مكتئب وكئيب وحاسس إنه الدنيا باظت وشايل هم الدنيا على دماغك. فعل الخير بالحاجات البسيطة اللي أنا قلتها، أيوة زور مريض، النص ساعة اللي هتزور فيها المريض مش دي النص ساعة يعني اللي هتفرق معاك. في ناس بيقول لك ده أصل ضيع الوقت، بالعكس ده اللي هيبارك في الوقت. روح زور مريض، زور قريب ما زرتوش من زمان بنية صلة الرحم. تصدق من مصروفك، من مصروفك كده طلع كده من مصروفك ودي لحد فعلا محتاج. الحاجات دي صدقوني غير الصلاة والصوم طبعا والعبادة والكلام ده كله، بس أنا بقول الحاجات الزيادة الاجتماعية الجميلة دي بجد بتنشئ حالة من السعادة ومن الرضا عن النفس، تجعلك دائما في حالة إنتاج وحالة تفاؤل وحالة يا عمي لا إن شاء الله والله هتبقى زي الفل. عارف الطالب اللي دايما يقولك هتعدي هتبقى زي الفل، وجوه برضو حزن وخوف وقلق، بس في جنب حتة اطمئنان كده جاية من فعل الخير. فشباب، خلق الإنسان ضعيفة، الإنسان مننا ضعيف ومحتاج قوة، ومش بالدعاء بس، الدعاء ده عليك ما تسكتش، أنا عايزك الدعاء ده مستمر. لكن الخيرات العملية اللي أنا قلتها، زيارة مريض، ملجأ، يتيم، مساعدة حد غلبان، صلة رحم، حد مخصمه صلحه، زعل بابا وماما روح بوس على أيديهم وقول لهم يرضوا عنك، والله العظيم لو عملت كده ما هتضيع وقتك ولا هتضيع كرامتك، بالعكس ده انت هتاخد طاقة جميلة جدا تضاف للطاقة العلمية. لان النجاح في ثانوية عامة مش موقوف على الشطارة العلمية وبس، لا، النجاح متطلب ثلاث حاجات يا جماعة: طاقة علمية وطاقة روحية اللي بتكلم فيها دلوقتي، وطاقة مادية اكل وشرب ونوم. فلازم اعمل توازن ما بين الثلاثة.
فبدل ما نبقى كب قاعدين وزعلانين ومش عارفين نعمل ايه وبنقول الدنيا باظت وعمالين نعيط، وبدل ما نبقى بنضحك ضحك هستيري وضربناها بقى مش عارف ايه وخلاص الدنيا باظت، لا يا جماعه، لا، افعل خيرا وعليك وعليك بالدعاء. الدعاء مخ العباده، وصدقني ان شاء الله هتلاقي الم نشرح لك صدرك، ايوه ألم نشرح لك صدرك، فهتلاقي ربنا شرح صدرك، وهتلاقي ربنا شرح صدرك يا بنتي، وهتلاقوكم مقبلين على العمل. فهناك علاقة قوية جدا بين فعل الخير وبين التحصيل الدراسي، كما قال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.